حياكم الله أحبتنا مشاهدينا الكرام ذوو الشهداء والجرحى، ونحن نلتقيكم على بركة الله ضمن سلسلة حلقات برنامجنا وبرنامجكم الخدمي خدمتكم ما جبنا. هذا البرنامج الذي يسلط الضوء على كافة الشرائح، ويسلط الضوء أيضا على الأمور التي تقدمها مؤسسة الشهداء لذويهم ولكافة الشرائح، منها شريحة شهداء الجرائم البحث المباد، وشريحة شهداء الحشد الشعبي، وشريحة شهداء الإرهاب. أحبتنا الكرام، نطل عليكم من خلال منصات التواصل الاجتماعي اللي خاصة بمؤسسة الشهداء، منها الصفحة الرسمية والرئيسية للمؤسسة اللي هي رئاسة الوزراء مؤسسة الشهداء، والصفحة المهتمة بأمور الميديا الخاصة بالمؤسسة أيضا اللي هي استوديوهات الخالدون. ما عليكم للتواصل معنا ضمن أرقام الهواتف اللي إن شاء الله راح تظهر أو ظاهرة أسفل الشاشة، التواصل معنا واستقبال كافة اتصالاتكم والإجابة على كافة استفساراتكم وأسئلتكم ومتابعة طلباتكم في جميع تشكيلات المؤسسة من دوائرها ومديرياتها وأقسامها وحتى الشعب الخدمية. مثل ما عودناكم أحبتنا أنه نتلو على مسامعكم أو على مشاهدينا أبرز الأحداث المهمة أو الأخبار المهمة اللي تخص ذوي الشهداء. لا يخفى عليكم يوم أمس نشرنا منشور خاص بذوي الشهداء لكافة الشرائح اللي هو موضوع الإعانة الاجتماعية. هذه الإعانة الاجتماعية يعني نزلنا رابط إلكتروني بإمكان ذوي الشهداء من كافة الشرائح من النظام البائد أو الحشد أو ضحايا الإرهاب بإمكانه يقدم، لكن اللي مستفيدين من هذه الإعانة من هم؟ المستفيدين من هذه الإعانة هم المشمولين بقانوني المؤسسة اللي هو قانون مؤسسة الشهداء رقم 2 لسنة 2016 وقانون 57 لسنة 2015، يعني اللي خاص بالنظام البائد مثل ما ذكرنا قبل قليل والحشد الشعبي وضحايا الإرهاب. أما اللي مشمولين اللي هم المرضى من ذوي الشهداء المصابين بالأمراض عافانا وعافاكم الله منها السرطانية وما شابه ذلك والأمراض المستعصية وحالات العمليات التي سيتم إجراءها أو اللي مثلا جارينها قبل فترة أيضا مسندة بالتقارير الطبية وأمور العملية أيضا تقدم من خلال هذا الرابط الإلكتروني وترفق جميع التقارير الطبية. النقطة الثالثة اللي هم الأشخاص من ذوي الشهداء المعوقين أو من ذوي الاحتياجات الخاصة أيضا مشمول بإمكانه يقدم على هذه الإعانة من خلال هذا الرابط الإلكتروني، بالإضافة إلى منهم فقدان السمع أو البصر والشلل وغيرها. أما ذوي الشهداء الغير مستفيد من الراتب التقاعدي، أحد ذوي الشهداء غير مستفيد من الراتب التقاعدي مثلا هو أخو الشهيد، وأخو الشهيد هو أعزب العفو متزوج، فالمستفيدين منهم زوجته والأطفال مستفيدين بالراتب التقاعدي. اللي ما مشمولين بالراتب التقاعدي منه أخوته منهم اللي مثلا عاطل عن العمل أو ما عنده راتب أو كذا، بإمكانه أيضا يقدم على هذه الإعانة. وذوي الشهداء أيضا اللي يتقاضى راتب أقل من 300 ألف، يعني شموله بالراتب التقاعدي، لنفترض أنه ذوي الشهيد المستفيدين بالراتب التقاعدي أكثر من 7 نفرات أو أكثر من 6 نفرات، فيكون راتب أقل من 300 ألف، فاللي راتب أقل من 300 ألف أيضا بإمكانه يقدم على هذه الإعانة، أيضا يقدم من خلال الرابط الإلكتروني. الأخرى اللي هم الجرحى والمصابين، منهم الجرحى والمصابين اللي مشمولين بالإعانة. الجرحى والمصابين منهم بحاجة إلى إجراء عمليات مستعجلة، يعني على سبيل المثال أحد الجرحى عنده يعني صارت فد تفاقم بالحالة مالته،
الإصابة مالته أثرت عليه أو كذا ويريد يجري عملية، أيضا بإمكانه يقدم على هذه الإعانة اللي هم مثلا مثل ما ذكرنا عندهم علاج مستمر. أكو أحد الأخوة الجرحى مثلا علاجه يكون باهظ الكلفة، يعني أزيد من الراتب اللي يتقاضى أو غيره، أو ما عنده إمكانية، أنه ممكن مسند بالتقارير الطبية أيضا يقدم عن هذا الرابط وينشمل بالإعانة الاجتماعية. والفئة أو الشريحة اللي مشمولة الأخيرة اللي هم الطلبة من ذوي الشهداء. الطلبة من ذوي الشهداء من أمة اللي مستمرين بالدراسة. هنا شنو يثبت أنه هو مستمر بالدراسة؟ يجيب كتاب إلى مؤسسة الشهداء يعنونه من الجامعة اللي هو يداوم بها أو من المدرسة اللي هو يداوم بها، يعنون إلى مؤسسة الشهداء يذكر أنه هو مستمر بالدوام الرسمي أو بالدوام في السنة الحالية. أيضا هذا همينه مشمول بالإعانة الاجتماعية. هذا ما يخص الرابط اللي أطلقته مؤسسة الشهداء بالنسبة للإعانة الاجتماعية. هذا تفاصيله، والتفاصيل أكثر بإمكانكم الدخول على صفحة المؤسسة الرسمية اللي ذكرناها بداية برنامجنا اللي هي رأس الوزراء مؤسسة الشهداء. راح تلقون المنشور موجود وفيه الرابط الإلكتروني أيضا مثبت وفيه الضوابط كلها مثبتة، بإمكانكم الدخول عليه والتقديم، لكن ننصحكم بدقة المعلومات، يعني دقة المعلومات بالتقديم. وإن شاء الله المؤسسة دوما تعمل لخدمتكم وخدمة ذوي الشهداء والجرحى. موضوع آخر أنه إحنا دائما أيضا ننوه عليه، موضوع تحديث البيانات لذوي الشهداء. تحديث البيانات منهم اللي مشمولين بتحديث البيانات؟ المشمولين بتحديث البيانات هم الشهداء العسكريين والشهداء الموظفين من ضحايا الإرهاب. هنا لازم كتاب رسمي من الدائرة التي كان ينتسب إليها الشهيد معنون إلى مؤسسة الشهداء يؤيد استشهادة، بالإضافة إلى كتاب اللجنة الثلاثية لاحتسابك كشهيد أيضا مصدق 2024، وكتاب الأمر الوزاري اللي خاص بالاستشهاد أيضا مصدق 2024. هذول الكتب مع الكتاب اللي يعنون إلى مؤسسة الشهداء دائرة ضحايا العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الإرهابية اللي هي دائرة ضحايا الإرهاب، يجيب دول الكتب وخلال ساعة في دائرة ضحايا الإرهاب في بغداد تحدث معلوماته وتعمم معلوماته على كافة قواعد البيانات في المؤسسة. يعني لنفترض احنا دائما ايضا نذكرها، لنفترض احد ذوي الشهداء انه هو ساكن خارج بغداد لكن معاملته ببغداد ويحتاج الى تأييد استشهاد، بامكانه من المحافظة اللي ساكن بها يقدر ياخذ تأييد استشهاد. ليش؟ لان حدث بياناته وصارت اتمته الكترونية وكل معلوماته صارت بحاسبات المؤسسة من مديرياتها، من يعني مديرية الشهداء نينوى ونقدر نقول إلى مديرية الشهداء البصرة. هذا ما يعني متوفر لدينا خلال هذا الأسبوع، ودائما أنه إحنا بخدمتكم. كثير من أحبتنا يقول إحنا نتصل بالهواتف وما حد يجاوب وما نحصلكم، والله هذا لكثرة الاتصالات حقيقة في وقت البرنامج، وهذه الهواتف اللي موجودة في أسفل الشاشة هذه مفتوحة فقط أثناء البرنامج، يعني بعد البرنامج تغلق هذه الهواتف، فقط أثناء البرنامج هذه الهواتف مفتوحة بإمكانكم الاتصال وإن شاء الله تحصلونا ونكون إحنا بخدمتكم. بالنسبة بإمكانكم طرح أسئلتكم بالبيج الإلكتروني اللي خاص برئاسة الوزراء مؤسسة الشهداء من خلال التعليقات، عندنا أحد الأخوة والأخوات هم مكلفين بالرد عليكم، وإن شاء الله دوما إحنا نعمل بخدمتكم. نعم نرجع للاتصالات إذا كانت عندنا اتصالات جاهزة. أخ عماد من محافظة الديوانية حياك الله. السلام عليكم. عليك السلام والرحمة. شلونك هذا شلونك؟ عزيزي كل الهلا بيك. سلام عليكم. أنا عندي شهيد طفل، عندي طفل بانفجار شارع سماته بالديوانية. نعم صحة والعافية الله يرحمه العفو. أنا عندي شهداء وهذا الشهيد الثالث. نعم الله يرحمه. هو رحم الله عليك، هو هذا ابني، قدمت نعم. معامله وكملته وجبت اوراق تحقيقيه، قام القاضي رفضها، رفض المعامله. نعم. من رفض المعامله قال لي سوى عاده نظر للمؤسسه الشهداء. تمام. سويت عاده نظر. جيد. وعطونا رقم وتاريخ. نعم. الدور رقم وتاريخ، قال ايش قالوا لي؟ قالوا هذا رقم وتاريخ ثاني. تحولت من عادة نظر إلى مكتب رئيس مؤسسة الشهداء. نعم. هاي خمس أشهر ماك لا جواب لا هاي، وأنا والله كروة ما عندي أمشي بغداد. يعني قالوا لك راحت باللجان للقسم الأمن والمعلومات بالمكتب لو وين؟ رحم الله قالوا راحت للمكتب، وهذا رقم تاريخ الطوني.
نعم. عندي رقم وتاريخ مال. شنو اسم الشهيد؟ وديته هاي قلبي. الشهيد شنو اسمه؟ الشهيد ابن فردوس عماد كريم. نعم. ابن فردوس عماد كريم. الاسم غير واضح، شنو اسمه؟ ابن فردوس عماد كريم، اسم مركب. ابن فردوس. ابن فردوس؟ ايه عماد كريم جاسم. ابن فردوس عماد كريم. عماد كريم. اسم والدته، اسم امه؟ والدته فردوس حسن منسي. فردوس حسن منسي. تمام. قلت لي من محافظة الديوانية. من محافظة الديوانية. ورقم وتاريخ الكتاب هذا عندي، ورقم الكتاب وتاريخ ثان هم عندي. لا اريد رقم وتاريخ الكتاب، اخر كتاب اللي صدر للمكتب مال رئيس مؤسسة. التحول من لجهة نظر للمكتب هذا عندنا رقم وتاريخه. ايش قد؟ 1022 122 122. لا العفو 570 570 11/2/24 11/2/24. هذا صادر من لجنة النظر في الديوانية؟ لجنة النظر بغداد حولوه للمكتب للمكتب مع المؤسسة الشهداء للمكتب يعني مدير المؤسسة. تمام تمام تمام. وقالوا بعدها بقى بالمكتب ولحد الآن ما جاء. والله صار 15 يا أستاذ ومحتار والله بالخدمة. ما عندي كروة أمشي لهناك. بالخدمة إن شاء الله يوم غد راح يتم الاتصال بقسم الأمن والمعلومات ونشوف لك معلومات هذه المعاملة وتلقى الإجابة حاضرة في الأسبوع القادم إن شاء الله. الله يحفظك عزيزي. الله يحفظك بالخدمة سترك. بالخدمة بالخدمة رب الله يحفظك الله. عزيزي شكرا لك. أخ محمد من بغداد حياك الله. السلام عليكم أستاذ. عليك السلام والرحمة. شلونكم هاني؟ عزيزي كل الهلا بيك. الله يسلمك أستاذ. أني من ذوي الشهداء النظام البائد. نعم. وبنفس الوقت موظف أداوم مصفد دورة. تمام. عندي كملت دراسة هندسة و قدمت طلب لحساب الشهادة يرفضون، جماعة مصافي الوسط يرفضون يقول احنا ما عندنا هذا. بس صوتك شوي علينا اياه. يعني قدمت فيها كتاب طلب حساب شهادة. احتساب شهادة تمام. شهادة. ايه. قدمته للدائرة مصفى الدورة. ايه. الدائرة قالت احنا عدم ما عندنا يعني شلون قابلين نحسب شهادتكم. قلت له احنا من ذوي الشهداء وعندنا استثناء وان من ذوي النظام البائد. قال ما عندنا هيك شيء، راح احولك على الموارد البشرية، هذا المدير العام. ايه. الموارد البشرية ردت علي ورا شهر تقريبا قالوا لي عدم امكانية احتساب الشهادة. ليش؟ لانه ماكو شركات حسبت الشهايد. ذوي الشهداء حسبت شركات مثل التوزيع حسبت حتى بدون ذوي الشهداء شركات التوزيع. انتم ليش زين تتكلمون؟ زين. قال ما عندنا هيك شيء. زين، انت من درست البكالوريوس. نعم. دائرتك عندها علم بالدراسة مالتك؟ اعطيتهم علم؟ يعني درست من قبل العام الدراسي 2018-19 يعني تخرجت 2022. اعرف كتاب من وزاره النفط عاد يعني يسمح لهم يدرسون. اعرف اي يعني ادري دائرتك عندها علم بالدراسه مالتك يعني انطوك تفرغ جزئي. لا 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 ما انطونا تفرغ بدون علم درسنا. اي مو ما يصير استاذ العزيز. هي هذا اكو بعض القوانين بالدوائر في بعض الدوائر العفو انه لازم يكون دائرتك عندها علم بالدراسه حتى شنو تايد لك انه انت جاي تدرس على اختصاصك. استاذ بس مره خفتك مو اكو كتاب انتشر ب 2019 اللي انقبلوا دراسيا 2018-19 يحق لهم يعني يدرسون وتحتسب شهادتهم يعني بدون استثناء. زين انت ليش ما انطيت علم دائرتك من درست؟ بوقتها؟ اي بوقتها ما انطينا علم. ليش ما انطيت؟ شنو اللي يمنع؟ انت شنو اللي يمنع؟ انت مو هي هاي المشكله مرات يعني واحد يتخذ فد قرار او فد اجراء لكن تبقى عواقبه بالاخير تطلع. يعني هو انت حضرتك لو منطي علم، لان احنا قلت لك اكو بعض القوانين، الاخ المتصل اذا كان ويانا او يسمعنا من خلال البث، اذا انت لو منطي خبر لدائرتك كان بالامكان انه يحتسبون لك شهادتك، لكن في بعض الدوائر انه لازم تطلع علم لدائرتك بالدراسه حتى يؤيدون انه دراستك حسب اختصاصك اللي دا تعمل به بدائرتك بامكانهم بالامكان انه يشدون الشهاده مالتك الدراسيه. نعم عندنا اتصال اخر. اخ سعد. نعم. حياك الله. السلام عليكم اخ. عليك السلام والرحمه. يا سعد بس عندي سؤالين بلاش. تفضل.
بالنسبه لرابط اطلقته اليوم مال نعم المنحه. أيه. نعم انا استاذ العزيز بلد عندي زوجتي اخوها شهيد ضحايا فهو عسكري تمام فهي خريجه وغير يعني ما تستلم اي راتب ولا تاخذ حصه تقاعديه مشموله بهذا مشموله نعم تقدر تقدم على هذا الرابط بس الرابط من الظهر مسدود الساعه بلد هو الرابط راح يكون افتتاحه من الساعه 8 صباحا للثنتين الظهر يعني اثناء الدوام الرسمي اثناء الدوام الرسمي ان شاء الله راح يكون مفتوح زين هاي يعني منحه ثابته استاذ بلازم لا مو منحه هذه من اسمها اعانه نعم. اجتماعيه اعانه ماليه نعم اي نعم. يعني اعانه بين فتره لفتره يعني حسب الحاجه مثل ما نقول او حسب الاموال اللي تخصص الى المؤسسه يصرفون هذه الاعانات نعم عندي السؤال الثاني عندي اخويا ضحايا ارهاب مصاب بالسنوات التقاعدي تمام عنده نسبة عاجز يعني ووضعه عنده عمليات وعنده فمستلم مستحقات جاي السنوات عنده مال التعويض اللي هنا مليونين ونص اللي يصرفون بقرار قاضي بالتقرير الطبي صار تقريبا 5 سنوات او 4 سنوات ولحد الان ما استلم هذا من اللجان الفرعية هذا اللجان التعويضات اللي عندكم بالرمادي نعم من خلال مجلس المحافظة من المحافظة مال الرمادي اكو لجنة هناك اسمها لجنة التعويضات هي المسؤولة عن صرف هذه المبالغ بس هو استاذ مو بالمؤسسه اعرف بالمؤسسه بس سابقا كانت المعاملات من تروج نعم من خلال لجنه التعويضات او اللجان الفرعيه اللي بالمحافظه هسه الان يعني قبل سنتين ثلاثه صار الترويج من المؤسسه فهاي مسؤوله عليها لجنه التعويضات هذه اللجان التعويضيه تابعه للمحافظه نفسها نعم اي فبامكانكم مراجعه المحافظه لجنه التعويضات يعني للسؤال عن هذا المبلغ ما شكرا عزيز شكرا لك ولاتصالك اخ عمار حياك الله السلام عليكم عليك السلام والرحمه شلونك عيني استاذ الله يحفظك رحم الله دك كان الاسبوع اللي راح اتصلت بيك على مود المتراكم مال الكسبه نعم عمار جاسم حضرتك والاخ الشهيد جاسم غاوي مطر رحم الله والديك احنا تمت المتابعه مع مديريه الشهداء عندنا بالرصافه انه تبين ان شاء الله بعد اطلاق تعرف هذه الموازنات احنا اقروها مال 24 23 و24 و25 نعم فهذه الموازنات لحد الان ما جايه تعليمات تطبيق القانون يسمونه تعليمات الموازنه من تجي تعليمات الموازنه او اطلاق الاموال من قبل وزاره الماليه بالمباشر راح يوزعوا لكم يعني ان شاء الله شغله طويله قريبه والله يا اخوي هي مو بيد المؤسسه هاي تعرف هي اموال فالاموال من الجهه اللي مسؤوله عن اطلاق الاموال بما فيها الرواتب المستفيدين غيره كلها يم وزاره الماليه فبس تجي تجي التعليمات مال الموازنه بالمباشر يتحول يصير مناقله لهذه الاموال في حصه مؤسسه الشهداء ومؤسسه الشهداء توزعها لمستحقيها زين العفو احنا شلون نعرف مثلا قروها يصير اعلان عزيزي يصير اعلان رسمي على منصات التواصل الاجتماعي وحتى على منصات التواصل الاجتماعي اللي خاصه بينا مؤسسه الشهداء رحم الله عزيزي لا عزيزي بالخدمه شكرا لك ولاتصالك اخ سعد حياك الله السلام عليكم شلونكم استاذ عليك السلام والرحمه والبركه رحم الله والديك اقول لك استاذ صار على اطفاء الديون على مود ذول الناس الكسبه يعني اي اطفاء ديون قصدك؟ اطفاء ديون هاي مال شو اسمه؟ مال السلف؟ مال السلف اي هو اطفاء الديون فقط للشهيد المقترض يعني مو ذوي الشهيد. للشهيد نفسه الشهيد نفسه احنا مو 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 شهداء احنا مصابين يعني مصابين اي للشهيد يعني جرحى انت ايش قد نسبة اصابتك؟ انا 75 فاقد بصر يعني 75 اصابتك ايش وقت؟ بال 2003 لا استاذ هذا القانون اذا انت متصل بينا حضرتك سابقا هذا القانون فقط خصصوا به يسمونه قانون تخليد التضحيات قانون تخليد التضحيات اللي يقصد به بتداعيات حرب داعش اي يعني من 2014 لحين 2018 اللي مشمولين به منهم الجرحى والشهداء والاعلاميين واصحاب الدعم اللوجستي هذول اللي منصابين بخلال هذه الفتره بفترة داعش أو المستشهدين هم مشمولين بإطفاء الديون غيرهم ما مشمولين غيرهم ما مشمولين هاي ننتظر تعديل القوانين من قبل مجلس النواب
يا رحم الله والديك. عزيز شكرا لك ولاتصالك. اخ صباح حياك الله. شلونك استاذ ميثم؟ شلون صحتك؟ عزيزي كل الهلا بك. الله يسلمك ويبارك فيك. الله يوفقك. انا اخذت قرار لجنه من المصادقه لجنه الفرعيه الاولى، اخذت استشهاد، قرار استشهاد. نعم. اخذت قرار استشهاد استاذي عندي ابن شهيد. ايه. يوم 14/4 اخذت القرار مال يعني راح المدعى العام فدزوه للمؤسسه مال الشهداء مال صلاح الدين. جيد. نعم استاذ. فمن احنا راجعنا قبل كم يوم راجعنا للمؤسسه مال صلاح الدين، مؤسسه الشهداء صلاح الدين. المدعى العام ما صادق على القرار. ليش؟ شلون راحت يعني من المدعى العام على المؤسسه مال الشهداء؟ غير صادق على قرار المدعى العام ما صادق. اها. يعني هي من المدعي العام هذا. نعم ما مصادق استاذ. ما مصادق عليها ورايحه صلاح الدين للمديريه مال البلد. اي والله استاذ. زين. يعني بهيك حاله لازم ترجع للمدعي العام يصادق عليها يلا تجي للمديريه. اي والله استاذ، اي والله استاذ. زين راجعتوا المديريه ايش قالوا لكم؟ قالوا لازم نرجع على المدعي العام مال صلاح الدين. زين قالوا لكم وش وقت يرجعونه لو بعد الحد الان؟ والله ما قالوا الاستاذ، ما قالوا لنا والله. شنو اسم الشهيد؟ سيف صباح حمادي. نعم؟ سيف. سيف؟ صباح حمادي. صباح حمادي. اسم نعم. الام؟ رمى قرار، اعطيك رمى قرار استاذي. اسم الام، اسم الام؟ ميسون خلف عبد الله. ميسون خلف. خلف؟ نعم استاذ. رقم القرار ايش قد؟ 2660. 2660. نعم. قلت لي صلاح الدين مو؟ نعم نعم، بدري شهادة صلاح الدين المعاملة. نعم. نعم استاذ. لم يصادق عليها المدعي العام. نعم استاذ، احنا اخذنا قرار استشهاد يعني بس ما مصادق عليه المدعي العام. تمام. ترجع. يوم غد ان شاء الله راح يتم الاتصال بمديرية شهداء صلاح الدين في بلد. اي والله. ونشوف لك. عندي والله عندي مريض معوق يعني زوجتي معوق وفيها سرطان همين. سهل. يعني اريد بس اجراء سريع والله. بالخدمة 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 عزيز. الله يوفقك استاذ. عزيزي عزيزي شكرا لك ولاتصالك. الله. اخ زيد من بابل حياك الله. السلام عليكم يا الغالي. عليكم السلام والرحمه. اخوي انا من ذوي الشهداء. على راسي. سالم راسك. اخي العزيز بارك الله بك، بارك الله بجهودكم ومشكورين على بالخدمة. اعمالكم وعلى خدماتكم. بالخدمه بالخدمه عزيزي. الله يحفظك، اخي العزيز بالنسبه لضحايا الارهاب اي شهاده احتساب شهاده ما يسوي لهم اياها. هل ذوي الشهداء ضحايا الارهاب ما قدم تضحيات؟ احنا على العين وعلى الراس ضحايا نعم. الانتفاضه الشعبانيه والنظام السابق على العين وعلى الراس، لكن احتساب الشهاده ما يتموها ولا يحسبوها ولا يحسبوهم من ذوي الشهداء. هو قانون واحد اللي مشمولين نفسهم، اللي مشمولين بقانون 2016 رقم 2 2016 نفسهم هم اللي مشمولين بقانون 2015 اللي هو ضحايا الارهاب. هذا الشمول يعني يشمل الشريحتين لثلاث شرائح. هم مضبوط حكيك، بس ايه؟ وزارة التربية ماذا تحسب هذا الموضوع؟ ليش يعني احنا بالآونة الأخيرة السيد رئيس المؤسسة يعني حقيقة زار وزير التربية وأرسل له كتاب الوزير التربية، وزير التربية عمم على كل المديريات. مضبوط بتاريخ 9/1/2024 هذا أحسن. موجود صحيح والحد قبل شهر تقريبا أيضا عممنا كتاب بخصوص احتساب الشهادات حتى اللي حاصل عليها داخل العراق أو خارج العراق. يعني ما عملوا به وزارة التربية ومحافظة بابل ما عملت به. اشتكوا عليهم اشتكوا عليهم يا اخي اشتكوا عليهم. بس مرة خصتك استاذ وراجعت للوزارة، الوزارة دزتها للاستشارة مالت وزارة التربية قالت ما مشمولين الا انحناها لجنة الرأي على مود يصير عندكم علم. نعم. لجنة الوزارة الاستشارة الاستشارات القانونية للوزارة. نعم. قالت احنا ما مشيناها. دزينا كتب صحيح بس ما مشيناها، حولناها لجنة الرأي، لجنة الرأي مال رئاسة الوزراء مال البرلمان مال وزارة التربية الله أعلم. نعم. هذا الموضوع الأول، الموضوع الثاني أخوي العزيز وبارك الله فيكم. إحنا من ذوي الشهداء عندنا قانون مال النقل. نعم. مرتين قدمت نقل. إيه. وما جاب شو اسمه، فهل يعني مثلا قدم ما يعني أحكي لك إياها قدمنا على جهاز الأمن الوطني. نعم. زين جهاز الامن الوطني يوصل الكتاب هناك ويحفظوه. للاسف. ايه. زين اخي. هي المعاناه اللي احنا دائما نعاني بيها ونذكرها ببرنامجنا.
اكو انه القانون شو يقول؟ وحتى الهيئات ما مرتبطه بالوزاره. نعم. وزاره يعني جهاز الامن الوطني، استاذ للتوضيح يعني من عندك. نعم. جهاز الامن الوطني مشمول لو لا؟ خويا الكل مشمول، جهاز الامن الوطني جهاز مدني، فانت ضمن اللي مشمولين بالقانون، بامكانك النقل من هاي لهذه. شوف هسه احنا بالنسبه لموضوعك الاول هذا، هسه الكتاب امام عيني يعني 18/4 صار كتاب الى وزاره التربيه بخصوص احتساب الشهاده. ايه. ومن السيد رئيس المؤسسه يقول الشهداء ذوي الشهداء الحاصلين عليها من داخل العراق او خارج العراق. انت حضرتك شنو يعني حاصل على بكالوريوس لو ماجستير؟ بكالوريوس داخل العراق الثاني. بكالوريوس يعني مؤكد على احتساب الشهاده لذوي الشهداء. زين احنا اذا هذا كتاب وعندنا كتاب من وزير التربيه ياكد ذلك، شنو اللي يمنعهم؟ والله ما نعرف، يعني ما اعرف. احنا هم نريدكم تساعدونا اخي العزيز، احنا هم نريدكم تساعدون المؤسسه، المؤسسه عملت اللي عليها، لكن طريق المحاكم موجود يا اخي. احنا دائما احنا مثل ما هو قاعد يجابهنا بقانون، احنا ايضا القانون ويانا اليوم. اكو محاكم اداريه مختصه بهذه الامور. رئيس المؤسسه له مقابله شخصيه اقدر اقابله؟ شنو اللي راح يسوي لك يا رئيس المؤسسه بخصوص هذا الموضوع؟ شنو راح يجاوبك السيد رئيس المؤسسه؟ ايضا ما مقصر، راح يجاوبك يقول لك انا سويت كتاب الوزير التربيه، وزير التربيه عمم على دوائره، لكن دوائره ما جاي يطبق القانون. بارك الله بك. رحم الله. احنا شنو اللي نريده من يمكم الان؟ احنا اللي نريده من يمكم الان انه تساعدون المؤسسه وتساعدون بقيه ذوي الشهداء لطرق ابواب المحكمه الاداريه. يا عمي يا المحكمه الاداريه، هذه القوانين مال ذوي الشهداء ما تتطبق، ما جاي يطبقونها. ماشي استاذ، ماشي. فالمحكمه الاداريه موجوده وابوابها مفتوحه في بغداد، اللي تابعه لوزاره العدل، وتجيب كل كتبك الرسميه وكل الكتب المعممه وقانونك مسند بالقانون هنا وزاره العدل، المحكمه الاداريه راح تتخذ الاجراء. استاذ شغله بسيطه من حضرتك، والله يجزيك الخير. بخدمتك. حتى مو اليوم احنا مشتركين هناكم على شو اسمه، حتى تواصل الاجتماعي على الفيس مال مؤسسه الشهداء. نعم. الكتب مال السيد رئيس المؤسسه وكتاب الوجه الوزير مال التربيه المدير التربيه ضموه، فياريت تنشروهن على مود العالم عندها، على مود ان شاء الله. ان شاء الله. ادخل بالتليجرام، ادخل بالتليجرام، بس اكتب مؤسسه الشهداء، راح تدخل بالقناه مال التليجرام، راح تلقى ذن الكتب كلها الموجودات بقناه التليجرام. جزاك الله الخير. عزيز. بارك الله فيك. عزيز شكرا لك ولاتصالك. اخ احمد من بغداد حياك الله. السلام عليكم استاذ، شوف. عليك السلام والرحمه. الله يحفظك. انا والي شهيد من القوات الامنيه على راسي بالتحرير، الله يحفظك. قدمت على البدل النقدي. نعم. من العام يعني نهايه العام. باي سنه يا شهر؟ باي شهر من السنه الماضيه؟ الشهر نهايه 11. نهايه 11. هم هس الان يعني الاخوه في الشعبه اللي خاصه ببوابه اور، اللي خاصه باستمارات البدل النقدي، حاليا دا يشتغلون باستمارات الشهر التاسع، لان تعرف اعداد العوائل واعداد الشهداء هواي. نعم. وكل مقدمين، فحاليا هم وصلوا للي متقدمين بالشهر التاسع، دا ياخذون بها موافقات من السيد رئيس المؤسسه، بعدها راح يتجهون للشهر العاشر و11. يعني مو مخفيه على فالشغله، انه قالوا مثلا اكو دعايه تقول انه يريدون مثلا الا شهيد بفعلي يعني. لا 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 المعركه يا الله. لا 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 لا، هي انت طالما طلبك استلمتها البوابه. أي. فانت ان شاء الله مشمول. اي طولي تسلسل فيه يعني. احسنت، اذا انت مشمول، لكن هذه تعرف هي اسبقيه تقديم، اكو ناس هواي مقدمين قدامك. نعم. اي فهذا اسبق استاذ، والله طالت يعني. ما هو هي انا شو اقول استاذ؟ يعني هي على دفعات، يعني هي 50 مليون على دفعات. نعم. خمس دفعات مو انتم مسوينها؟ اي نعم. استاذ يعني من نقدم مره ثانيه هم نفس المعاناه، نقدم نفس هذا؟ مو هي المعاناه مو يم المؤسسه. نعم. احنا المؤسسه اليوم تتمنى. لا الخصم من عندها يعني. انا مكمل هسه. بس مرخصتك، بس مرخصتك. خلي اخدمك بشغله واحده واخدم مشاهدينه، كل من يشاهدنا وكل من يسمع هذا المقطع مالتنا. ان المعاناة. نعم. هي اليوم مو يم مؤسسة الشهداء، المعاناة. نعم. يم من؟ يم وزارة. نعم. المالية. مؤسسة. نعم. الشهداء اليوم تتمنى من وزارة المالية انه اطلاق كل التخصيصات المالية لذوي الشهداء. ليش؟ نعم. حتى احنا قلوبنا تبرد مثل ما نقول. قلوب موظفين المؤسسة من رئيسها لأصغر موظف.
تبرد حتى شنو احنا دا نعطي حقوق ذوي الشهداء. بارك الله. لكن وزارة المالية يعني شو مثل ما نقول تقطر لنا تقطر ما شاء الله. نعم. بالأموال. بس القصد من عندي يعني أقول مثلا أنا قدمت. يعني قدمت وطوني يعني تسلسل. من أقدم على الجزء الثاني العشرة الثانية. نفس المعاملة أجريها. هي نفسها هم على هاي البوابه بس تقدم عليهم راح ينطونك تسلسل بسلامه تتوفر الاموال يعني يسلمونك. لو حما روح للدوائر نفس الحاله. لا 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 انت بعد امورك كلها موجوده عدم الاستفاده والكذا كلها موجوده ما يحتاج. اي هو هذا القصد. اي لا لا ما يحتاج. والله لو الماليه يعني تناشدوها انه تعطينا يعني والله احنا دائما كل حلقه الشهداء تستفاد من عندها بقطعه قاع وداعتك كل حلقه انه احنا نناشد الوزارات اللي مهتمه بشؤون ذوي الشهداء وبالاضافه السيد رئيس المؤسسه ما مقصر بهذا الموضوع بزيارات المستمره وبمتابعات المستمره بخصوص حقوق ذوي الشهداء. بارك الله فيك عزيز رحمه الله يحفظك ان شاء الله بالخدمه عزيز شكرا لك ولاتصالك. اخ محمد حياك الله. استاذ شلونك؟ عزيز كل الهلا بك. الله يسلمك، احنا من ذوي الشهداء استاذ دنعاني من شغله واحده. اللي هي المواقف الامنيه، المواقف الامنيه احنا عندنا لهم يعني شغله مال المواقف مال الدفاع، لهم سنه ونص جمس يلم علينا. نعم؟ الموقف الامني مال الدفاع. اي جمس يلم علينا قبل سنه ونص، اللي لحد الان احنا جايين راجع ما جايين نلقى الموقف الامني كامل. انت وين ساكن حضرتك؟ بغداد. بغداد. اي وين ببغداد؟ على مؤسسه شهداء الكرخ احنا بالغزاليه. انت بالغزاليه، مو هو سابقا كان الموقف الامني يروح بس الجهتين. اي نعم. الان هسه خمس جهات. هسه انا خلصت كل الجهات استاذ، ظلت عندي المعامله واقفه على جهه الدفاع. الموقف الامني مال الدفاع. ايش وقت راجعت وابلغوك بهذا الموضوع؟ قبل اسبوعين. قبل اسبوعين، شنو انت عندك شهيد لو مصاب؟ لا عندي شهيد. شنو اسم الشهيد مالتك؟ اسم الشهيد فاضل عبيد. وعمي محمد عبيد. فاضل عبيد ومحمد عبيد. ابو عبيد شنو؟ اي نعم استاذ. فاضل عبيد شنو؟ فاضل عبيد شنو؟ الو؟ الو؟ هاني فاضل عبيد ابو ورا عبيد شنو اسمه؟ تركي. تركي. اي نعم. اسم الام؟ ادليل بردي شيحان. نعم؟ ادليل بردي شيحان. والله الاسم غير واضح، الاخوه بالكنترول سمعون شنو اسم الام؟ ادليل. ادليل؟ ايه بردي شيحان. ادليل بردي شيحان. هاي اسم الام؟ اي نعم. تمام. ان شاء الله يوم غد راح يتم الاتصال بمديريه شهداء الكرخ ونشوف الموقف الامني جاي او لا. ما تمنون عليك. شكرا لك ولاتصالك. عزيزي. الاخت رحمه من محافظه نينوى وحياكم الله. السلام عليكم اخوي شلونك؟ عليكم السلام والرحمه. الله يبارك فيك، اشكر جهودكم. الله يحفظكم. لعوائل الشهداء. بالخدمه. قال لي اخي الله يرضى عنك، نحن شهداء النظام البائد. نعم. بخصوص البدل الوحدة السكنية 82 قدمنا على أول وجبة ثانية وجبة ثالثة وجبة عطونا هي تمام بس باقي وجبات ما نعرف أخي إيش مصيرنا بيها. هو أنتم هسه سلمتوا ثلاث دفعات مو صح؟ نعم نعم. مو هي الأموال مخصصة لثلاث دفعات فقط. ننتظر الآن في الموازنات القادمة يعني موازنة 2025 تخصص أموال لكم، فإذا تخصصت احنا بالمباشر راح نعطيكم خبر يعني يصير بمنصات التواصل الاجتماعي او نعلم بها بالمحطات الرسميه انه بامكانكم التقديم. خوش. قال لي اخي الله يرضى عنك بخصوص البدل النقدي لضحايا الارهاب 50 مليون. اكو صرف يعني باتجاه البدل النقدي لضحايا الارهاب فقط ساكني محافظه بغداد. فقط بغداد. اي حاليا البدل النقدي فقط البغداد لان المحافظات قطع اراضي. خوش. اشكرك اخوي. الله يحفظكم، شكرا لكم ولاتصالكم. هلا بك اخوي كلمة. الله يحفظكم. نعم. احنا موضوع البدل النقدي دائما ننوه عليه. البدل النقدي اللي مشمول به لفئة ضحايا الارهاب فقط محافظة بغداد. نعم، اخ مؤيد من محافظة بابل حياك الله. السلام عليكم استاذ. عليك السلام والرحمة. استاذ بلا زحمه، انا اخويا شهيد.
الله يرحمه. اقدر اقدم رحم الله والديك، اقدر اقدم على عانات؟ انت مشمول بالراتب التقاعدي لو لا؟ اي والدي مشمول بالتقاعد. والدك يعني انت ما تستلم راتب؟ لا لا. اي عادي تقدر تقدم. على بنتي. زين شغله ثانيه استاذ. رحم الوالدك، ليش فرق شهيد عن شهيد؟ ولا زحمه عليك، يعني احنا شهداء داخليه، لا من بدل نقدي، لا من حج، لا من تلك. منو قال لك اكو فرق؟ يعني ماكو، يعني نقدم. هسه تعطيني الفرق وين؟ وانا شخصك الفرق وين اذا كان اكو فرق. نقدم على البدل النقدي يقولون بس. البدل النقدي هذا مو فرق، البدل النقدي استاذي العزيز هسه انت قبل لا انا استلم اتصالك نوهت عن هذا الموضوع، البدل النقدي فقط لضحايا الارهاب اللي هم ساكنين محافظه بغداد، هذا مو فرق، هذه تخصيصات ماليه. لا يقولون احنا من نروح نراجع المؤسسه يقولون بس المشمولين 91 والحج الشعبي. عزيزي عزيزي انت حضرتك مستلم الاجابه خطا. او الاخوه هناك اللي هم ما مفهمينك بالاجابه. عزيزي انت عزيزي اسمعني، عزيزي انت انا بخدمتك ومؤسسه الشهداء بخدمتكم وبخدمه كل الشرائح، ما نفرق بين شريحه واخرى، لكن انا افهمك بموضوع واحد. الموضوع اللي هو قانون مؤسسه الشهداء شمل جميع الشرائح بالبدل النقدي، لكن شو يقول القانون الفقره القانونيه اللي خاصه بالاسكان؟ يقول يخصص لذوي الشهيد قطعة أرض بأماكن مميزة، وإذا لم تتوفر قطعة الأرض فالاتجاه إلى البدل النقدي اللي هو قدره 50 مليون. هسه الحد هنا تمام؟ تمام. عممنا كتاب إلى كافة محافظات العراق أنه جهزونا قطع أراضي لضحايا الإرهاب حصرا، ها لضحايا الإرهاب في وقتها. محافظة بغداد الوحيدة اللي ردت علينا واعتذرت قالت لا تتوفر لدينا قطع أراضي. صحيح. ماكو قطع أراضي، لمن التجأنا؟ سندنا هذا الكتاب، التجأنا إلى وزارة المالية كونها هي اللي مسؤولة عن الصرف والنقود. قلنا لهم يابا بالقانون احنا عندنا لو قطعة أرض لو بدل نقدي، فمحافظة بغداد اعتذرت عن توفير قطع الأراضي. فللمخرج الثاني اللي هو مخرج البدل النقدي. خصصوا لنا بعض الاموال، مو اموال كافيه، بعض الاموال سلمنا على شكل دفعات، لكن المحافظات المتبقيه ما ردت علينا قالت ما عندنا اراضي، ولا هي قاعده توزع اراضي. تفهمني؟ المحافظه العاصمه المحافظه كل ما اروح ما تدع ويوزعون محاضر. لا عزيزي انت هسه بامكانك تقدر تروح للمحافظه تقدم على قطعه ارض، راح هسه يقول لك ما عندي قطعه ارض. قل له انا من ذوي الشهداء. قلنا له استاذ المحافظ ما يستقبل ويقول ويوزع محاضر من جوا لجوا. للاسف هاي احنا نقولها بالعلن، للاسف انه بعض المحافظين، احنا حتى السيد رئيس المؤسسه يعني في قعر دار المحافظه نفسها ان كانت كربلاء او بابل او ميسان او غيرها يذكر انه يقول المحافظه الفلانيه ما قاعده توزع قطع اراضي وغير متعاونه مع المؤسسه. يعني فاحنا ان شاء الله من خلال المتابعات المستمره من قبل السيد رئيس المؤسسه ستخصص قطع اراضي لمستحقيها من شريحه ضحايا الارهاب. رحم الله عزيزي، شكرا لك ولاتصالك. ام فراس من بغداد حياكم الله. الو. تفضل. يوم يما يا بعد قلبي رحي ذاك ذيك المره المؤسسه وطون كتاب الباقر اخو الشهيد. نعم. وقالوا والله اسمه خبره، قال اسمك طلع. على شنو اسمه طلع؟ على تعيين والله. وين تعيين؟ بيا مكان؟ عود قدمت هو المؤسسه طونا على الشرطه على الداخليه من شنو؟ اي. اي طلع اسمه. اي. منظمه بدور. اي. قالوا له تعال وراح وما ادري شنو وطاهم مستمسكات. ايه شو اسبوع اسبوع ماكو اسمك، قالوا له ها اسمك طلع بالغلط. اي مو هي هسه انت بدر لو على الداخليه تقولي لي امي. لا على هي على منظمه بدر. احنا ما عندنا اي تعاون مع المنظمات. يعني فقط نتعامل مع الوزارات، الوزاره اللي تطلق تعيين، اي وزاره تطلق تعيينات عندنا رابط الكتروني وبي يعني خانه خاصه لذوي الشهداء. ذاك اليوم هم ذاك الكتاب راح نوب خذيت كتاب هاي صار من المؤسسة هم على الاتحادية. اي هذه مو يمنا امي، هذه يم وزارة الداخلية.
رحت الطانية لوزارة الداخلية، هذا الكتاب عندي. أعرف أنت انطوشت أيد استشهاد. اي اعرف امي، هاي الداخليه من يطلعون تعييناتهم هم يتصلون بي، يعني مو مؤسسه الشهداء تتصل بي. هم قالوا لي ماكو تعيين. اي وهي كذا ماكو تعيين بعد شلون؟ انا ادري. اي الا تنفتح التعيينات، واي تعيين ينفتح خلي يقدم عليه عسى ولا علي ينقبل بواحد من يمهم. رحم الله والديك. ووالديك امي. احنا عندنا مال الحج مقطوع الراتب، بس راتبي وانا قاعده ايجار. ليش مقطوع راتب الحجي؟ راجعوا التقاعد امي. اي راتب تقاعد مال شهيد مو قبل طلع علينا، مال هذا ما قاطعينه مال الرعايه. اي ها هاي متجاوزين على شبكه الحمايه. اي والله. اي هسه خلي راجع التقاعد، انفتحت يعني ذاك الاسبوع، يعني صار اطفاء على المتجاوزين على شبكة الحماية الاجتماعية، بإمكانه هسه يقدر يراجع التقاعد مال ضحايا الإرهاب وممكن يرجعوا له راتبه إن شاء الله. أها. إي. مشت بيه، أنا لا أقدر، أنا عندي سكر وعندي ضغط. الصحة والعافية لك. الله يخليك، خليك بنت تمشي بيها. إي. الرعاية الاجتماعية ساعدونا، قالوا لنا طالة التقاعد ذيك العامة. نعم، اي هو لازم يعطوكم كتاب للتقاعد العامة حتى تمشي الامور. اي يقولون ذولاك سواها انسانية الرعاية. هذولاك ذيك الغادي البعيدة، قالوا الا تجيبون كتاب براء الذمة. صحيح، براء الذمة من الرعاية لازم ينطونكم. اي والله. اي والله. اي روحوا للرعاية امي. رحنا للرعاية. اي. اي يردون براءة ذمه. براءة ذمه منين؟ غير براءة ذمه من الرعاية حتى يطفون الديون مالتكم. اي يسوونها للتقاعد، ابو التقاعد حتى ينزل الراتب. يقولوا هذا بالرعاية يقولون احنا قاعد نمشي بالكتاب بعد ما منفذينه. ها هو العد ان شاء الله بس يتنفذ تمشي الامور طبيعية. رحم الله والديك. والبدل النقد والله انا قاعده ايجار وما عندي بالعباس ابو فاضل. انت مقدمين على البدل النقدي لو لا؟ اي والله اي طوني، هاي صار سنتين ما ادري سنه. شنو صار سنتين؟ ملايين وراح كلها اللي جاء. اي والله. هيا يما بعد تقدمين على الدفعه الثانيه وان شاء الله يتصلون بيك وتستلمين الدفعه الثانيه. يا بعد قلبه تدللين امي. الله يحفظك. شكرا. بالخدمه امي. نعم اخ ياسين من كركوك حياك الله. السلام عليكم. عليك السلام والرحمه. اخوي بخصوص اطفاء السلف مال ذوي الشهداء. نعم. شهداء ضحايا الارهاب ذوي اطفاء السلف لو ما مش لا اطفاء السلف فقط لقانون تخليد التضحيات، قانون تخليد التضحيات يقصدون به اللي هم مستشهدين بحرب داعش، يعني من 2014 الى 2018 هذول اللي اللي مشمولين باطفاء السلف. يعني من 2009 ما مشمول؟ نعم لا غير مشمول. زين السؤال الثاني اذا ممكن. اتفضل بخدمتك. قادم ربك والجريح. الجريح هم انا مو قلت لك استاذ العزيز هذا القانون فقط قانون تخليد التضحيات اللي مستشهد من 2014 فما فوق بأثر تداعيات داعش، اللي مصاب بهذه الفترة، اللي رايح مقدم دعم لوجستي، اللي الإعلامي، اللي مصوب أو الشهيد، هذول مشمولين فقط بداخل هذا القانون اللي هي من 2014 إلى 18 تقريبا. من الحبيب رحم الله. عزيز شكرا لك ولاتصالك. نعم أحبتنا الوقت مر مرور الكرام ونعتذر من الأخوة اللي اتصلوا بينا وما حصلونا، إن شاء الله بإمكانهم إعادة الاتصال في الحلقات القادمة في الأسبوع القادم أيضا يوم الاثنين القادم الساعة 9 مساء راح نكون وياكم واستقبال اتصالاتكم وأسئلتكم واستفساراتكم. وصلنا وياكم إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم، تقبلوا تحياتي وتحيات كادر العمل، استودعكم الله واسترعاكم، كان معكم ميثم الصالح.